كانت انا شبابي، انا من عمري 9 سنوات وانا شبابي. كانت نور شبابي. انا حتى في المزاحميه الوحيد اللي يشجع شباب انا ذيك الايام في الفتره ذي. الناس كلها ما هلال ولا نصر وانا الشبابي الوحيد. وش سبب؟ والله يا اخي انا احب الكره الممتعه صراحه، والشباب من يعني من عرفت نادي الشباب هو كرته ممتعه. صحيح في الفترة صحيح في فتره من الفترات الشباب ما كان يحقق بطولات، ولكن كان فريق ممتع. يعني لو تتخيل فتره من الفترات الشباب فيه في المنتخب، اذكره يعني منتخب الرمزي كان فيه 7 من لاعبين الشباب اساسيين، اعتقد 13 اعتقد انه كذا، 7 من لاعبين الشباب اساسيين في فريق المنتخب السعودي الرمزي، كان ناشي خلف والصاروخ وخالد سرور الهجوم حق المنتخب. لا قبل أيه. ولكن ما حققوا نتائج يعني للاسف في تلك الفترات. يعني كان الفريق ممتع ولكن للاسف ما كان الحظ الفريق الشباب في تلك الفترات انه يحقق نتائج. انتقلت الشباب عام كم؟ فخليني بس اقول لك القصه يعني هذه يمكن بداياتها. فجيت وتمرنت وكان يدرب الفريق الشبابي المدرب القدير المعروف الان لويس فيليب سكولاري اللي هو مدرب منتخب البرازيل اللي اخذ معها 2002. ممتاز. فتدربت معهم يمكن يومين او 3 ايام وكان عندهم مباراه. انا تدربت معهم السبت والاحد وكان عندهم مباراه الاربعاء. قال اذا سجلتوا اللاعب هذا لعبه المباراه الجايه المباراه النهضه. دايركت مره على طول قال سجلوا هذا اللاعب ولعبه في مباراة النهضة في كاس، كانت اعتقد انها في كاس ولي العهد او كاس الملك ما انا متذكر، بس كانت امام يعني النهضة. ما تدرجت مع الشباب؟ لا قال لي الحارة الى لا انا كنت في الشباب في المزاحمية وكنت العب في الحارة، يعني ما نسقت من المزاحمية. تعرف ذيك الايام ما فيها كمية ايش اسمه عملية احراف ولا شيء، كان النادي اذا سجلك لابد النادي يسقطك من كشوفات عشان تسجل في نادي ثاني. تمام. فحاولت مع الاخوان في نادي المزاحمية فترات طويلة اني يعني يعطوني فرصة انتقل نادي ورفضوا في ذيك الفترات. ولكن بعد فترة يعني أيسوا مني لأن ما عاد يجيهم فتركوني، قالوا لي خلاص توكل على الله. فرحت وسجلت في الشباب من نفسي يعني أنا بدون ما أحد يستدعيني. يعني هذا بعد سنة أو سنة ونص من الحادثة اللي قلت لك عليها اللي يعني التمرن مع الفريق الشبابي وكلام فيليب سكولاري يعني اللي سجلوا هذا اللاعب وبلعب في المباراة الجاية. طيب